سياق مغاير إلى منطقة القبائل، أين تشتهر منطقة أثين بتيزي وزو بالفضة، تحف فنية رائعة من مختلف الألوان تتزين بها المرأة القبائلية منذ قرون خلت. نتابع مع صافيا إبرودان ونجم بوكرش. فضة آثين بولاية تيزي وزو من الحلي الأكثر شهرة بمنطقة القبائل التي ارتبط بها صانعوها لقرون عديدة، جسدوها في مختلف التحف الفضية التي أبدعوا فيها لتعكس القيمة التاريخية للتراث الأمازيغي وجمال المرأة القبائلية. الفضة تسلسل كلاسيك، تسلسل القبائل، لاندي بيجو سامبل، تسلسل سلام مود سيفيليزي، لانت دي تريك باغ اكزومبل الحوايج اللي ياكم قران تسلسل سلارب كابيل دفانوض بليك تقبيلي جديده كانت ودي تريك سامبل سورتو بور لا جينيس هكيا كودي كان طيب شطوحين حملت الحوايج سامبل لي كولر لان سون كولر لا واحد يحمل سلي كولر واحد يحمل سون كولر كل واحد يمشي يحمل كل واحد الكوينس. فعادة ما تتزين المرأة القبائلية بالفضة في الحفلات والمناسبات الكبرى، خاصة مع التعديلات في الأشكال والألوان التي أضافها الحرفيون الذين يقدمون في كل مرة مجموعة متنوعة وتشكيلة عصرية. البيجو بربير ان جينيرال الى لو فير لو جون اي لو بلو افيك لو كوراي روج. ثورة pour moderniser un petit peu, il y a le rouge foncé, il y a le corail, l'émail, je veux parler. L'émail, il y a le noir, il y a le bleu ciel. Avant, tout ça, ça n'existait pas. Pourquoi? Pour moderniser un peu, comme ça, pour le mettre. Il travaille. Moi, je, par exemple, j'en porte à la fac, j'en porte des bijoux simples, légers. المتتبع لتطور صناعة حلي الفضة بمنطقة القبائل عموما وعرش آثين خصوصا يدرك أنها أدخلت عليها العديد من اللمسات العصرية لتتلائم جميع الأذواق والأعمار.